في جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي، في جناحه الجنوبي معرض يختصر التاريخ الإسلامي بكل حقباته من خلال نقوده، 120 قطعة من أندر العملات الإسلامية المصنوعة من الذهب الخالص التي شاع استخدامها في فترات وحقب مختلفة من التاريخ الإسلامي تعود لأكثر من 1000 عام. تأتي فكرة إقامة هذا المعرض من حيث الاهتمام الذي يوليه مركز جامع الشيخ زايد الكبير بإبراز الموروث الثقافي الذي تتميز به الثقافة الإسلامية على مر تاريخها، وبشكل خاص في مجال النقود الإسلامية والمسكوكات التي طرأت على أو التي تميز بها التاريخ الإسلامي على مر الحقب والأزمنة المختلفة. لذلك فالزائر لما يأتي إلى هذا المعرض يتعرف ليس فقط على شكل النقود هذه وما تحويه من عبارات أو زخارف، بالعكس لكل قطعة نقدية هناك قصة كيف سكت ولماذا ضربت وفي عهد أي من الخلفاء تم ضربها. بالإضافة إلى ذلك فإن مركز جامع الشيخ زايد الكبير كان حريص على أن يكون هناك أصدار مواكب لمثل هذا المعرض، حيث أصدر كتاب النقود الإسلامية شواهد حضارية يتم من خلاله شرح جميع هذه النقود وما تحويه وفي أي عهد تم ضرب هذه السكوك. النقود الإسلامية شواهد حضارية، إنه عنوان المعرض الذي يستمر حتى نهاية مارس القادم.